يلا نروح نشوف أهم الأخبار على السوشيال ميديا. البداية بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر اللي احتفلت بعيد ميلاد حسام غالي كابتن الفريق السابق ونشرت صورة من مهرجان اعتزاله وكتبت نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا حسام غالي، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا غالي. أما عمرو السولية لاعب الأهلي فنشر صورة على تويتر من مباراة امبارح مع جيما الأثيوبي. كمان نشر مروان محسن صورة على تويتر من احتفاله بالهدف اللي أحرزه في مباراة الأمس وهدف كان رائع بصراحة. ونشر محمد النني أو عفوا نشر محمد هاني لاعب الأهلي صورة على تويتر من المباراة وكتب الحمد لله على المكسب. وكتب محمود وحيد المنضم حديثا للنادي الأهلي من فريق مصر المقاصة على حسابه على تويتر مبروك للنادي الأهلي. وكتب شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق على تويتر مبروك النادي الأهلي مبروك محمد صلاح جائزة البي بي سي وننتظر غدا إن شاء الله باقي الفرق المصرية وكل الدعم للفرق المصرية. ونشر محمد صلاح على صفحته على انستغرام صورة مع جائزة البي بي سي وكتب 2017 و2018 نتمنى لك المزيد دايما إن شاء الله صلاح. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على تويتر صورة لمحمد صلاح وعلقت محمد صلاح يطول بي بي سي للمرة الثانية على التوالي خالص تهانينا للفرعون المصري. كمان نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على تويتر خبر فوز صلاح بالجائزة وكتبت لا جديد يذكر الفرعون المصري مو صلاح يتوج للعام الثاني على التوالي بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أفضل لاعب إفريقي لعام 2018. أما صفحة فيفا على تويتر فنشرت صورة صلاح مع الجائزة وكتبت تصريح رائع فوز مرة أخرى أنا سعيد جدا وأتمنى الفوز أيضا العام القادم. للعام الثاني على التوالي محمد صلاح هو الفائز بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي 2018 ألف مبروك مو صلاح. كمان احتفلت صفحة ليفربول على تويتر بتتويج صلاح بالجائزة ونشرت صورة لي وكتبت كما أنت وكما كنت دائما رائع يا صلاح. الملك المصري مو صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية من عام 2018. ونشر محمود حسن تريزيجيه صورة على تويتر مع صلاح وكتب ألف مبروك يا أخي أفضل لاعب في إفريقيا وقريبا إن شاء الله تفوز بأفضل لاعب في العالم. كمان كريم حافظ لاعب بشاك شهير التركي ومنتخبنا الوطني حرص على تهنئة محمد صلاح ونشر على صفحته على تويتر صورة صلاح وكتب ألف مبروك يا أخي أفضل لاعب في إفريقيا. كمان نشرت صفحة في الجول على تويتر صورة لصلاح وعلقت لا يوجد في القارة أفضل من محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا من بي بي سي للعام الثاني على التوالي. ونشرت صفحة بليتشر على تويتر فيديو لصلاح كتبت مرة أخرى محمد صلاح فتى البي بي سي الأفريقي. تعالوا نشوف الفيديو. مبروك طبعا محمد صلاح حاجة كبيرة ونتمنى له إن شاء الله الاستمرارية في مختلف المحافل اللي بيشارك فيها أكيد. نشر كمان جيمس ميلنر لاعب ليفربول صورة لي على انستجرام مع صلاح في أحد تدريبات الفريق وكتب الملك المصري يستخدم قوته في القفز أتمنى أن يحتفظ ببعض السحر لمباراة الأحد. ليفربول عندهم مباراة طبعا زي ما احنا عارفين مهمة جدا بكرة إن شاء الله مع مانشستر يونايتد. من محمد صلاح نروح لأحمد حجازي المحترف في ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي واللي نشر على تويتر صورة من مباراة فريقه أمام شيفيلد يونايتد في دوري الدرجة الأولى واللي انتهت بفوز ويست بروميتش 2-1 وكتب حجازي ثلاث نقاط أخرى ماشي بشكل كويس أوي حجازي بصراحة. أما محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي فنشر صورة فريقه على تويتر بعد الهزيمة من الاتفاق بالدوري السعودي وكتب عليك ألا تفكر فيما مضى لكي تكمل ما بدأته. ونرجع ليفربول ونروح لساديو ماني اللي نشر صورة على انستغرام من زيارة الفريق لمستشفى ألدر هاي للأطفال وكتب لحظة رائعة له مع الأطفال في مستشفى ألدر. كمان نشر لوفرين لاعب الريدز صورة على انستغرام من الزيارة وكتب سواء كنت أحمر أو أزرق طبعا قصدهم أحمر اللي هو ليفربول وأزرق اللي هو إيفرتون وهم فريقي مدينة ليفربول أو حتى كنت من محبي أي فريق آخر فإن أهم شيء في الحياة هو أن نعتني ببعضنا البعض كان شرفا قضاء فترة
فترة ما بعد الظهر في ألدر هاي مع الأطفال والموظفين الرائعين هناك. أما بينالدوم فنشر صورة على إنستغرام وكتب: لا يمكنني الانتظار حتى يوم الأحد، هيا بنا، قصده طبعا على مباراة مانشستر يونايتد. كمان نشر أوباميانج لاعب أرسنال صورة على إنستغرام مع أطفال مؤسسة أرسنال الخيرية وكتب: أتمنى أن أعود صغيرا مرة أخرى، سعيد بوضع الابتسام على وجوه هؤلاء الأطفال. كمان لوروي ساني اللي قدر النهاردة بالمناسبة يعمل هدفين أو اثنين أسيست في مباراة إيفرتون، لاعب طبعا مانشستر سيتي، نشر صورة على إنستغرام من زيارة الفريق لأحد المستشفيات الخيرية وكتب: كان شرف جعل هؤلاء الأطفال الشجعان يبتسمون، كونوا أقوياء. وأخيرا نشر مسعود أوزيل لاعب أرسنال فيديو على تويتر تحت بعد ما عمل مفاجأة لأحد مشجعيه وزاره في مدرسته وكتب: لا أنت لا تحلم، مثل هذه اللحظات تكون رائعة. تعالوا نشوف الفيديو. My name is Kyan. Kyan, okay. Kyan, you're an Arsenal fan, is that right? Yeah. Oh, wow. And what do you like most about Arsenal? I like how they play, how they have patience in a way. But most of all, I love their players. They're all just amazing. Yeah, sounds good. And who do you reckon your favourite player is? My favourite player has to be Ozil. He's just such a cool player. Even though I play defence, he's always inspired me to just use skill. And what would you do if you were to like meet Mesut Ozil? How would that make you feel? Extremely happy. That would make my day and other days. Why don't you turn around? Hello! Give me a talk. How are you? I'm good. How do you feel? My name is Kyan. Nice to meet you. Hi. I'm just